يا مساء الورد والفل والياسمين عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده جاي اعمل معاكم وصفه جديده خطيره. النهارده جاي اعمل معاكم دبابيس الفراخ بالثوم والزبده والطعم وهمي، تغيير عن المألوف، طعمها مقارب للتشيكن كيف وهتعجبكم جدا جدا. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا شكلها ايه. جاي النهارده اعمل معاكم وصفه جديده، هنعمل صينية دبابيس الفراخ بالخضرة والثوم والزبدة، وبإذن الله هتطلع حلوة هتعجبكم جدا. أنا معايا هنا بطاطسيتين حلوين كده وبصلاية، هنقطعهم في أرضية الصينية. بس أول حاجة علشان نجهز لخلطتنا، معايا هنا قطعة زبدة لا بأس بيها، يعني هأضربها الأول شوية مع بعض. وبعد كده أنا معايا ثوم، وطبعا التوابل بتاعتي ملح فلفل بودرة ثوم بودرة شطة وليمون بقدونس وشبت وصوص الثوم كتيرة اهي زي ما انتم شايفين. هبدأ بس اضرب الزبدة دي مع بعض لحد ما اخليها خفيفة قوي، وهرجع لكم حالا. انا عملت الخلطة بتاعتي، سيحت الزبدة شوية وحطيت عليها الخضرة والثوم المتقطع والملح وبودرة الثوم وشوية بابريكا خفيفة عشان مش عايزة اللون يتغير، وشوية بودرة شطة وليمون، وحطيت نقطتين زيت بساط قوي علشان تسهل لي حركة التقليب. هنا انا قطعت البصل، البطاطستين والبصل جوليان حلقات كبيرة شوية. وهنا انا معايا الدبابيس مغسولة بخل وليمون وملح ومتصفية من المية بتاعتها. اللي هبدأ اعمله ان انا هفرغ الجلد عن اللحم، بس مش للاخر علشان ما يطلعش مني. وهحاول ادهن دبابيس الفراخ بالمنظر ده من تحت الجلد. التتبيلة دي مقاربة خالص للتشيكن كيف اللي عملناه قبل كده مع بعض. اللي بعدها ممكن كمان تعملي شقوق كده تدخلي فيها لو عايزة تزودي النكهة شوية. زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. فين انا معايا هنا 5 دبابيس، ممكن كمان تعمليها بصدور الفراخ مش مشكلة خالص. انا بس علشان ماما ما بتاكلش صدور عشان ما عندهاش سنين، فبحاول اعمل لها الحاجات اللي هي بتبقى طرية وسهلة في المضغ والبلع. لسه الصينية كمان هتتبل، ما تستقلوش بالكمية يعني، لان هيتبقى من هنا هدعك بيه البصل والبطاطس. بس ما اقولكوش بيطلع طعمها خطير ازاي، بتبقى زي التشيكن كيف بالظبط، ما عدا طبعا الموتزاريلا اللي بتتحط والكلام ده. احنا عملنا قبل كده تشيكن كيف مع بعض، وهتلاقوه في هتلاقوا الفيديو في وسط الفيديوهات عندي على القناة. ده اخر دبوس معايا. حاول ندخل تتبيلة لجوه. زي ما انتوا شايفين كده اهو، معانا البطاطس والبصل، هننزل عليهم بباقي التتبيلة. أكلة في السريع ما بتاخدش وقت كتير، انتوا عارفين طبعا الدبابيس ما بتاخدش وقت كتير في التسوية. هندعك كل الكلام ده مع بعض.
طبعا الزبدة هتديله نكهة تانية خالص، والثوم شوفوا الصينية ما اخدتش اي وقت. ادي الصينية بتاعتنا، ادي بطاطسنا، صينية صغننة على قد الدبابيس. ننزل البصل بتاعنا، وبس ادي اكلتنا تقريبا خلصت. هحطها فوق البوتاجاز شوية واغطيها، وبعد شوية بعد 5 دقايق او 10 دقايق هدخلها الفرن علشان تاخد لون من فوق، وهعمل شوية رز وارجع لكم حالا. ادي شكل الصينية قبل ما تدخل الفرن، ده شكل صينيتنا بعد ما قعدت حوالي ربع ساعة البوتاجاز من فوق او اقل. دلوقتي هغطيها بورق فويل عشان ادخلها الفرن. هدخلها الفرن وهرجع لكم بعد ما تستوي بإذن الله. وده شكل الصينية بتاعتنا النهائي بعد ما خرجت من الفرن. ما اخدتش في الفرن اكتر من ربع ساعة، وربع ساعة تحضير يعني الحكاية كلها نص ساعة. هغرف وارجع لكم. وده الشكل النهائي لطبقنا، زي ما انتوا شايفين كده الدبابيس بتلمع والزبدة سايحة عليها، شكلها تحفة ومستوية من جوه شايفين. بتتقطع من طراوتها، طعمها وهمي طبعا كالعادة. ويلا بسرعة جربوا الطريقة دي وبإذن الله تعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشوف قناتي. يومكم ورد ونهاركم سعادة.